بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن JWT، عملنا لها انستوليشن في البروجكت بتاعنا وظبطنا الداتابيز. هنتكلم النهاردة عن اللوجن ونطبق في البوست مان ونشوف الريسبونس عامل ازاي. خلينا نبدأ ونعمل جوه الكنترولرز هنا فولدر وليكن هنسميه EBI، وهنيجي هنا مثلا ونكريت كنترولر PHP artisan make controller جوه الفولدر اللي اسمه EBI، وهنسميه auth controller. هنكريت دالة اسمها لوجن، وقبل ما ننسى هنروح نعمل لها راوت جوه الاي بي اي هنا، راوت جروب جوه الجروب هنا، هنعمل نيم سبيس هنسميه طبعا زي اسم الفولدر اللي احنا حطينا جواه الكنترولر اللي هو ايه، هنحط هنسميه اي بي اي، مش موضوعنا طبعا، بس نمشي واحده واحده مع بعض. راوت بوست هيبقى لوجن طبعا، الكنترولر اوث كنترولر، والداله اسمها لوجن. خلينا نروح لدالة اللوجن هنا. طبعا دالة اللوجن هتبقى بتستقبل ريكوست. عايزك تتعود في اي كود انت بتكتبه انك تستعمل التراي والكاتش، بحيث ان اي ايرور لو ظهر عندك يبقى متهندل. طيب انا جهزت الفاليديشن عشان ما نضيعش فيه وقت، لانه ده مش موضوعنا خالص دلوقتي. امبورت كلاس تمام. ونيجي بقى لموضوعنا. احنا دلوقتي المره اللي فاتت كنا عملنا جوه الجارد اللي اسمه اي بي اي، كنا عملنا ان الباكج اللي اسمها جي دبليو تي هي اللي بتجنريت التوكن. طيب جميل، فجه بقى الوقت اللي نشوف موضوع الجارد ده بنستخدمه ازاي. بس قبل ما نتكلم عن الجارد، خلينا ناخد الانبوت بتاع اليوزر مثلا في متغير اسمه credential، request only يبقى ايميل، هنعتمد الايميل والباسورد اللي هو الانبوت بتاع اليوزر. تمام، نيجي نتكلم بقى شويه عن الجارد. دلوقتي لو انا كتبت لك اوث جارد وكتبت جواه اي بي اي، لو تفتكروا زي ما قلت من شويه ان الاي بي اي ده جارد اللي عن طريقه الجي دبليو تي بي جنريت التوكن وكده. طيب انت لو جيت تكتب على، لو جيت تروح للدوكيومنتيشن بتاع لارافيل وتشوف يعني ايه جارد، هتلاقي مكتوب ان الجارد ده معناه هاو ذا يوزرز ار اوثنتيكيتد فور ايتش ريكويست، يعني طريقه دخول اليوزر ده للسيستم كانت عن طريق الويب ولا داخل عن طريق اي بي اي. فهو ده المعنى المختصر للجارد. طيب خلينا نعمل لوجن عن طريق الجارد اللي اسمه اي بي اي ده بالانبوت بتاعت اليوزر. تمام، السطر ده اللي انت شايفه قصادك ده هو بيرجع التوكن اللي احنا عاملين الحوار ده كله عشان بيرجع التوكن. طيب هنكتب if
نوت توكن، يعني لو مفيش توكن رجعت هنعمل ايه؟ هنريتيرن ريسبونس، بس جيسون بقى مسج، هنرجع المسج فيها ايرور مثلا. طيب لو التوكن موجودة بالفعل فاحنا هنطلب بيانات اليوزر اللي لسه داخل ده، هوست جارد اي بي اي برضو يوزر. حلو، وهنضيف على البيانات بتاعت اليوزر دي توكن، التوكن اللي لسه جايبينها، وبعديها هنريترن البيانات دي عشان ترجع للديفلوبر بتاع الموبايل ابلكيشن، بس ايه جيسون برضو. ريترن ريسبونس جيسون مسج مثلا، وهنرجع له بيانات اليوزر. حلو جدا. طيب تعالى نهندل الايرور ده مثلا ونريترن جيت مسج. طيب ما حصلش اي حاجه من الكلام ده، هنرجع برضو خلينا ناخد دي برضو نفسها مش مشكله. هنهندل موضوع الريسبونس ده في الاخر بتريت، هنتعلم حاجه اسمها تريت نهندل بيه ريسبونس، هي عشان يبقى شكل الريسبونس منظم اكتر يعني. تمام، خلينا نفرق ما بين السطر ده والسطر ده، نكتب هنا مثلا نوت فاوند. هو سطر الكود ده معمول باللون الاصفر كده، يعني معناه ان هو ايه ملوش لازمه يعني من الاخر، فهو يا اما فيه توكن يا اما مفيش، بس الاحتمال ده مش موجود. طيب خلينا بقى نضيف في الداتابيز مثلا يوزر كده، ايا كان اسمه ايه، والباسورد خلي بالك الباسورد لازم يبقى هاشد، اللي هو على حسب ما لارافيل بتعمل له انكريبت يعني، فهو دي من 1 لـ10، 1 لـ10 بالانكريبشن بتاع لارافيل، فهو هنا تمام. طيب نروح بقى للبوست مان ونعمل ريكوست، طبعا الريكوست من نوع بوست. طيب هنكتب ايه هنا؟ خلينا نكتب هنا لوجن لوكال هوست 8000 اي بي اي لوجن. طيب اللوجن دي عارفينها اللي هي فين؟ اللوجن دي عارفين اللي هي في الراوت هنا دي. طب امال ايه اي بي اي دي؟ لو جيت تبص على الراوت سيرفيس بروفايدر هنا هتلاقي ان في بريفكس اسمها اي بي اي، فانت لو مش عايز تحط هنا اي بي اي هتشيل البريفكس دي، بس بسيطة يعني ما فيهاش حاجة. طيب احنا هنا عاملين لوجن بايه؟ عاملين لوجن بايميل وعاملين لوجن بباسورد. طيب الايميل ايه؟ تعالى نجرب ايميل بايز مثلا اللي هو ايه مش موجود في الداتابيز، والباسورد عندنا من 1 لـ10، وتعالى نجرب نعمل سند. احنا مش فاتحين السيرفر اصلا. طيب بي اتش بي ارتزن سيرف، طبعا الايميل ده مش موجود في الداتابيز، فرجع ايه؟ رجع الايرور اللي هي الرسالة دي. طيب لو موجود، طيب ندخل الايميل اللي هو موجود في الداتابيز ونعمل سند. بعد ما دورت في الايرور ده احنا نسينا سطر الكود ده واحنا بنعمل انستليشن،
بسيطة يعني إن شاء الله. في اليوزر موديل المفروض إن احنا بالظبط كده، ونعمل تاني سند بيانات اليوزر. رجعت اهو بالمنظر ده كده، نفس اللي في الداتابيز. وادي التوكن اللي بترجع المفروض للموبايل ديفلوبر.